مشاهدينا متابعينا الكرام، واشواطنا تتوالى بالانطلاق مع جولتنا الثالثة في بدايتها وتاسع اشواط صباح هذا اليوم مع سن اللقاية. ينطلق بالمحليات الاصايل بشعارات ابناء القبائل ابناء الخليج القادمين على ارضية ميدان المرموم، المنطلقين في تحفة الميادين في شاشة دبير سينك في النقل الحي والمباشر. انطلق الشوط بسرعة في الخمسة كيلومترات، انطلق مباشرة لنتعرف في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة. نسير مع المراكز الأولى، مع المراكز الأولى، وهذه وهيلة 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 على مقدمة الشوط. الشاعر مطر بن غدير المزروعي يتقدم بوهيلة مع المقدمة، بينما بن فاضل يأتي على المركز الثاني. هذه الضبية، الضبية تأتي بهذا الاندفاع. سالم بن علي بن محمد المنصور يتقدم مع الضبية على المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث هذه جبارة إلى الصدارة جبارة. سعيد بن عبيد الحميري يتقدم مع جبارة على المركز الثالث. أما المركز الرابع، الشايبة تأتي في المركز الرابع، حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي على رابع المراكز. المركز الخامس وصلت لزف زف في هذه اللحظات، منصور بن سالم بن راشد بن سويدان بن حضير بن الكتبي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الخامس. المركز السادس، هذه الفايضة، حميد بن حمد بن حميد العويسي يقدم الفايضة، بينما هناك تتواجد وتتقدم الشايبة وحمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير موقعها المركز السابع. المركز الثامن من الجانب الآخر، هذه 26 اللي تدخلت، بنشوف هنا ملامح مساعد بن حمد، مساعد بن محمد بن مساعد بن خالد المنصوري يتقدم المركز الثامن او التاسع. هذه التاسعة وصلت قرار سالم بن غانم بن سالم بن دعيفس الخاطري. والمركز العاشر، وش هي العاشرة؟ هناك بن منانة، نعم شعار يا احمد بن منانة يتقدم في هذه اللحظات، اللي هي ميزة، اللي هي ميزة احمد بن سالم بن سعيد بن منانة. هذه التاسعة والعاشرة عندك يا بالسالومي، الطيار الطيار السلطان بن محمد بالسالومي الدرعي. هذه العشر، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط في يوم اللقاية. خلاص 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 بدأ الموسم، بدأت الجدية، بدأت الجدية من هذا اليوم. الخمسة كيلومترات وبدأت تطلع إلى المهرجانات، وبدأت تطلع إلى الكثير والكثير. انطلقنا مع المراكز الأولى، أكملنا العشر في ندانا الأول، عدنا مرة ثانية مع شاشة دبي ريسنج وكادرنا العلوي الذي يحمل مع الشاعر وأبيات الجميلة وانطلاقات الرائعة. المزروعي مطر بن غدير راعي وهيلة، راعي وهيلة، ولكن شوف القدوم، القدوم الفايضة، هذه الفايضة أحد شباب السلطنة حميد بن حمد بن حميد العويسي يتقدم، حريص دائما على هذه المواقع وعلى المشاركات خصيصا في المرموم. ننطلق مع المركز الثالث، مع المركز الثالث ضبية، الضبية من قبل هذا الوقت ما زان إلين ضويت الضبية، شقرة عليها شكل فنان وفيها وحاش جاذبية. هذه الضبية في المركز الثالث يتقدم سالم بن علي بن محمد المنصوري ياتي على المركز الثالث. المركز الرابع وهذه شايبة، حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي يتقدم على رابع المراكز. المركز الخامس وهذه الطيارة، محمد بن حمد بن سالم الدرعي يتقدم في خامس المراكز او 38 ذعتها 8، ولكن جبار سعيد بن عبيد الحميري، الحميري يتواجد. وشوف
الوصول، هذا اسم جديد، الشاهينية وصلت، محمد بن عتيج بالعرطي الحميري وصلت، وهناك أيضا ميزة 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 ميزة، أحمد بن سالم بسعيد بن منان المتحدي، هذه الأسماء القادمة، هذه الأسماء القادمة، والشاعر محمد بن خاتم الشامسي وصل، وصل مع هذه الانطلاقات، ولكن 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 عودة إلى المراكز الأولى، عودة إلى لوحة الإعلان، عودة إلى الألف ومئتين، تابع يا متابع، ركز يا مركز، نعود إلى المراكز الأولى، نعود مع هذا التجمع، كل الجماعة قادمون، رافعين شعار نحن قادمون الشايبة، حمدان، حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي، غيرت إلى مقدمة الشوط، الضبية سالم بن علي بن محمد المنصوري في المركز الثاني، أول ندالية رقم 22 وهي وصايف، وصايف علي بن محمد بن مطر بن غدي الاكتبي يقدم وصايف، بدلت الشوط كله، بدلت الشوط وغيرت، شوفنا الظفر أيضا، أول ندى سيف بن سهيل بن خيره العفاري ومنصور بن سالم بن سويدان بن حضير من جانب اليمين، كل الأسماء واصلة، كل الأسماء، شوف الله، شواهين إبراهيم بن سعيد بن سلطان الغفيلي من السلطنة قادم من الأبيض من منجم السبق، الله الله يا المشاركات، قلت لكم اليوم جميل، اليوم جميل للغاية في هذه الانطلاقات، بدأ حصاد المقيض، بدأت الأمور، بدأت التطلعات، نسير مع وصايف، وصايف على مقدمة الشوط، وصايف على المركز الأول، مع هذه الانطلاقة، مع وصايف اللي تقود الشوط، اللي تندفع بالمقدمة، هذا علي بن محمد بن مطر بن غدير الاكتبي على مقدمة الشوط، شواهين على المركز أو الشايبة حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي على المركز الثاني، ولكن سلام وتحية لأهالي نزوة، لأهالي نزوة مقدمين موسم جميل، الأمتار الأخيرة بسم الله ما شاء الله في هذا الانطلاق، وصايف علي بن محمد بن مطر بن غدير، سلام لأهالي نزوة، سلام المركز الثاني من وصلت في الشايبة حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي، المركز الثالث هذا إبراهيم بن سعيد بن سلطان الغفيلي، المركز الرابع لسعيد أو سيف بن سهيل بن خير العفاري، والمركز الخامس من وصلت في مشاهدي الأعزاء مساعد بن محمد بن مساعد بن خالد المنصوري. هكذا كانت النتيجة في الشوط المثير الحاضر في هذا الصباح بالانطلاقات الجميلة. عودة إلى التوقيت الزمني ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء، وصايف علي بن محمد بن مطر بن غدير الاكتبي قدم التوقيت الزمني، بنشوفه على الشاشة في 5 كيلومترات 7:38 وجزء 1 من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز، بينما المركز الثاني من حلت في الشايبة على المركز الثاني توقيتها مشاهدي الأعزاء 7:38 7 أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك الشايبة حمدان بن سالم حمدان بن محمد بن سالم الاكتبي، المركز الثالث توقيتها 7:39 تقريبا بالوفاء والتمام للغفيلي مع إبراهيم بن سعيد الغفيلي، تهانينا للجميع.